مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من بعد الظل يخلفها المسلسل الرمضاني ولادي يلدى. اكيد اللي شفتوا كيفاش بزاف الناس فاهمه كاين اللي كيقول انا فيها اهانه لاسره التعليم، كاين اللي كيقول لك لا هو عادي مسلسل ناقص المشاكل ديال القطاع. من خلال الحلقه الاولى معنا مواطن مغربي اللي اكيد يتكلم على الضجه ديال سلسله ولادي يلدى ومتابعه اسره التعليم لهم. واش انت من الناس تماتم الحلقه ولا انت من اي طرف؟ شوف اش نقول لك، يعني ما غريبش هادشي لانه ملي كنشوف واحد البرامج كلها كتسيء المجتمع بصفه عامه بجميع الميادين، غير انهم وضعوا يديهم بطريقه مباشره على قطاع التعليم لانه تكلموا بصيغه مباشره. هناك وصلت الوقاحه والجراه انك تسيء لواحد القطاع اللي هو كيف ما كنقولوا التربيه قبل التعليم، لان حنا كنعولوا عليه بانه هو اللي غادي يوجد لنا الاجيال اللي جايه. يعني انت ما تخربش الاجيال اللي جايه بانك تهكم على التعليم وتخلي التلاميذ اللي جايين ما غاديش يبقاو يحترموا الاطر ديال التعليم كيف ما كنقولوا المعلمين او الاساتذه. قطاع التعليم بصفه عامه هنا كنشوفوا النادي ولات عنده واحد الجرأه في العمل، ما بقاش داك المصداقيه اللي كنا كنشوفوها من قبل، ولات غير مجرد مشاريع المداخيل فقط، المداخيل الماديه. اكيد كنشوفوا تفاعل لانه اسره التعليم واكيد المعلمين تذكروا انهم يقاديو هذا المسلسل ويطلبوا لها كاينه توقف بث الحلقات ديالها. شنو تعليقك؟ وانا مع هذه الفكره لانها مجرد سموم كتدخل العقول ديال البيوت ديال الناشئه. اكيد لانك انت معول التعليم شنو هو؟ هو كتوجد به الاجيال، لان ما كانش عندك جيل واعي ومثقف وفاهم شنو كاين ومتعلم وواخد واصل واحد المستوى اكاديمي كبير، ما يمكنش غادي تعول انك تكون عندك دوله متقدمه وتمشي انت تكون في مصاف الدول المتطوره. يعني الناس تفاعلوا قال لك علاش هاد الطريق هاد؟ انت واش كتسبب هذا الدراما؟ شفنا عاوتاني سلوى زهران صحات واحد الفيلم وعطات لي واحد فياكرا. شفت اللقطه ديال فياكرا؟ عندي قطيعه، شوف عندي قطيعه مع البرامج التلفزيونيه خصوصا في رمضان، لان اكبر سموم كتبت في العقول وفي الاجسام وفي البيوت المغربيه هي في شهر رمضان، لانه كتكون اكبر نسبه ديال المشاهده متابعه البرامج، لان كيكونوا الناس مجموعين على مائده الافطار. بجملك اكيد كتشعل التلفازه كتشوف الناس كتستغل وكاين كتحسب انت راه طالق كاع ما كتفرجوا وما كيقول لك حقق نسبه المشاهده، الناس راه كاع ما تفرجوا. داك هما من حقهم لانك واش فهمتيني كيروجوا على انها شوف من حقهم، لان ناس كاينين ناس كيشجعوهم وكيردوها اعمال دراميه واعمال كتعطينا زعما الواقع. لا هذا راه واقع اللي بغيتوه نتوما، راه ماشي واقعنا، هذا واقع اللي باغينو نتوما ماشي الواقع ديالنا. الواقع ديالنا هو الرقي، الواقع ديالنا هو الاحترام، ماشي كيف ما كنقولوا نهينوا المعلم ونهينوا قطاع التعليم، لان في الجيل السابق كان احترام كبير للاساتذه واطر التعليم بصفه عامه، لان كانت بمثابه الاب الثاني، لان احنا كنشوفوا اسم التربيه قبل التعليم، وزاره التربيه والتعليم. انا مع مقاضاه هاد الناس ومع كيف ما كنقولوا وقف بت بحال هاد البرامج وبحال هاد المسلسلات اللي اللي هي بحد ذاتها سموم كتدخل الاجسام ديالنا. اللي كنشوفوا هاد الاعمال الرمضانيه وكما قلتي انت شرتي واحد النقطه مهمه على انهم كيستغلوا رمضان لانه كتكون نسبه المشاهده طالعه او عاليه كما كنقولوا. في نظرك شنو الحل يا استاذ؟ الحل هو القطيعه، القطيعه شوف القطيعه، لان الا بقيتي كتتبع بحال هاد الشيء ماشي من حقك تنتقدو، لانك انت اللي رديتيهم اللي رديتي العمل عنده قيمه وناقشتي وعطيتي واحد الاهميه كبيره. يعني لما المناقشه بحد ذاتها راه كتعطي اكيد راه كتعطيهم قيمه، كتعطيهم قيمه وكتعطيهم بانهم على حق، وتا هما عندهم واحد الواقع وعندهم واحد المكانه تأثير. اكيد وعندهم واحد المكانه، يعني انت عطيتيهم واحد الحق من الحقوق وجعلتيه خصم في الوقت اللي هو ما يستاهلش يكون في المقارنه، ما يتحطش في الميزان معاك، لان باش تهين واحد الهرم اللي هو باين عليه، لان ما كانش التعليم ما كاينش الشعب ما كاينش رقي وما كاينش تطور. شكرا لك على كل هذه الملاحظات، اكيد رمضان كريم باش ما سميتش ان شاء الله. تبغي تبارك المغاربه رمضان؟ اكيد رمضان مبارك على جميع المغاربه بصفه عامه، ونتمنى ان شاء الله يكون هذا الشهر شهر فرج وشهر خروج من الازمات اللي كاينه حاليا، وكل واحد ينول داكشي اللي بغى في الحلال وفيما يرضي الله. شكرا لك استاذ على كل هذه التعليقات، نلقاو في الخير.